عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل السائل يقول: عندي سؤال بالنسبة للتوافق بين صيام داود وصيام الاثنين والخميس، يعني إن صام يوم وأفطر يوم ثم صادف يوم الخميس اليوم الذي يفطر فيه أو الاثنين، هل يجوز أن يصوم من باب فضيلة صيام الاثنين والخميس، أو أن المشروع له أن يفطر في يوم الاثنين والخميس حتى إن كان له فضيلة خاصة؟ نقول: الأصل في ذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في الصحيحين. النبي قال عليه الصلاة والسلام: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا بأبي هو وأمه وضح له ذلك أيضا، وبين له أنه لا أفضل من ذلك، كما في الصحيحين أيضا لا أفضل من ذلك. وفي قوله: وأحب الصيام إلى الله صيام داود، الحافظ ابن حجر وأهل العلم يقول هذا يقضي ثبوت الأفضلية مطلقا، ومقتضى أن تكون الزيادة على ذلك من الصوم مفضولة مفضولة. ومن هنا فإن النص قد جاء صريحا أن الزيادة عليه غير مستحبة، وأن الاكتفاء بصيام داود يغني عن تكلف الزيادة، وأيضا يجعل الزيادة مفضولة غير مستحبة. وخلاصة ذلك أيها السائل الكريم أن الزيادة على نوعين: الزيادة التي تغير صورة هذا الصوم على الدوام كالاثنين والخميس والأيام البيض، لأنهم يتكرران كل أسبوع، والأيام البيض يتكرر كل شهر، فهنا صوم داود يغني عنها، وهذا ظاهر الحديث واضح، ظاهر الحديث واضح، لأن النبي قال لا أفضل من ذلك، هذه أفضلية مطلقة يعني صيام داود. النوع الثاني: الزيادة التي لا تغير هيئة صيام داود، التي تأتي نادرا في الحول مرة، والقاعدة تقول النادر لا حكم له، فهنا لا بأس بصيامها طلبا للفضل الخاص كصوم عرفة عاشورة إلى غيره، لأنها نادرة والقاعدة تقول النادر لا حكم له. هذا هو التفصيل في المسألة. نسأل الله يوفقناكم لخير العمل وحسن القول وسداد الأمر والرشد. اللهم ارحم أبي وأخي وعمي جميع المسلمين، وعلى طاعتك احفظ وترزقني بر يا رب العالمين. تمت حلو صوتي في صبيحتي يوم الخميس يوم ترفع فيه الاعمال ويستحب فيه الصيام لست الخلونة من رجب الفرد الاصم الاصب المعشعش المقشقش من وصل الاسئله الحرام لعام 45 و40 نجحت عدنان عليه الصلاه والسلام. ولنوى انه لم يصح في فضل شهر رجب حديث ولا يخص بعباده ولا باسراء ومعراج، وبيان ذلك في كتاب تبيين العجب لما جاء في فضل رجب الحافظ ابن حجر، وأتم منه ما كان في كتاب أداء ما وجب لبيان ما وضع لبيان وضع الوضعين في شهر رجب لابن دحية الكلبي الأندلسي، وأيضا الكتب لأبي شامة في البعث على إنكار البدع والحوادث وغيرها من الكتب، وأيضا لطائف المعارف لابن رجب الحنبلي إلى غير ذلك. صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.